تحديد إجازة العيد الوطني 47 المجيد لتكون 3 و4 من شهر ديسمبر، فيما حددت إجازة المولد النبوي الشريف لتكون 5 من ذات الشهر للقطاعين العام والخاص. معالي الوزير يوسف بن علوي يستقبل اليوم معالي عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي في إطار زيارته للسلطنة للمشاركة في احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني، تم اليوم التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع لمشروع تطوير منطقة الحافة في ولاية صلالة. الطيران العماني يزيد وتيرة رحلاته الجوية بين مسقط والدقم عبر إضافة رحلة جديدة لتصبح 6 رحلات أسبوعية. رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك يصدر قراراً وزارياً بحظر استخدام منتج الحناء السوداء الذي يحتوي على مادة البارافينيلين.